السلام عليكم متابعي المنبر الرياضي. نحن اليوم في ملعب المسيرة بمدينة تيزنيت بعد إجراء مباراة الأدوار الأولى من منافسات كأس العرش بين فريقي أمل تيزنيت الفريق المحلي وضيفي فريق أمجد. هو ينضم إلينا اللحظة السيد عبد المجيد بن إسماعيل مدرب فريق أمجد هوارة، الفريق الذي غادر بعد هزيمة في هذه المباراة أمام فريق أمل تيزنيت بهدفين دون رد. مرحبا بك سيد عبد المجيد على موقع المنبر الرياضي. فريق أمجد هوارة يعاني ببطولة القسم الثاني هواة من شبح الهبوط، ما هي أسباب والأسباب التي جعلت الفريق يعاني في المراتب الأخيرة للبطولة؟ أولا قبل ما نهضر على البطولة اللي كنا نمشيو فيها، لازم نشكر الناس اللي تنتج الاستقبال ديالهم. الحمد لله بالنسبه للمقابله حاولنا نقحموا فيها عناصر اللي هي شابه باش نشوفوا فين وصلنا اللاعبين. هنا بالنسبه لنا افتخار باش نلعبوا في الدور الاقصائي كاس العالم ديال كاس العرش. المقابله اللي بدنا فيها منهزم ومنتصر. كنهني اولا فريق امل تيزنيت على الفوز ديالو، وكنبغي نشكر اللاعبين ديالي الشباب اللي ادوا يعني واحد المستوى جيد. بالنسبه ل يعني كي هضرتي على التخبط ديال الفريق أمجد هوارة في اسفل الترتيب، يمكن الفريق داز من مرحله فراغ اللي كانت طويله شويه، هذا عكس واحد يعني الثقه وبدات تقلال عند اللاعبين ديالنا. الحمد لله في الوقيته فاش التحقت بالفريق هذه خمسه دورات يعني حول الجانب النفساني ديال اللاعبين. هناك لاعبين في المستوى بامكانهم يمشيو في مستوى اكثر، حاول الانسان يحاول يتقفل. الحمد لله حنا غاديين دابا في لابون فوا، يعني في خمسه دورات تعادلين وهزيمه وانتصارين متتاليين، هذا كيزيد يعطينا اكثر اريحيه. ولكن بالنسبه للمقابلات اللي جايين كلهم غناخذهم اكثر حيضه واكثر حذر، وبالنسبه لنا اي مقابله غادي ناخذها بانه مساله حياه او موت، لانه بالنسبه للفريق ما نسمحش ليش باش انه يتعثر. يعني واحد الملاحظه، ما هو مهيئ لهاد اللاعبين من امكانيات يعني لوجستيكيه وماديه ولا المبيت ولا يعني. بالمناسبه كنبغي نشكر القائمين على هذا الفريق على راسهم السيد حميد بجا والاخوان السي عديله والاخوان السي حماد والسي حسن والاخوان الاخرين، يعني الناس اللي قائمين زعما دايرين كل ما في جهدهم. يعني كنقول للاعبين راه ما عندكم حتى شي اكسكيوز باش تقولوا راه حنا ما كاينش اللاعبين اون ترافي فو كونفور، عندنا تيران مزيان. اللاعبين يعني ما عندهمش مشكل مباشره من عندما كيساليو التدريب ديالهم كياخذوا الوجبات الثلاث ديالها سميتو اضافه لكوت، يعني الناس دايرين كل ما في جهدهم، حتى شي واحد ما كيتسال شي حاجه بالنسبه ماديا. ولكن حنا بالنسبه لنا باش نردوا الجميل لهاد الناس للرئيس ولا الاخوان اللي معاه، خاصنا نكونوا كيف نقولوا رجال في وسط الملعب، نكون رد الفعل باش انه نحاول نردوا الفريق، لانه عارف انه فريق بهذه الامكانيات وبهذا الشكل من التسيير باش انه يكون فرد. الحمد لله اون ديفلوب لو جو دابا ديرنييرمون، تنحاولوا نديفلوبو لو جو، يكون عندنا ان فون جو ونثقوا في نفوسنا. الحمد لله راه يعني تيبان بانه الفريق يعني على الاقل بدا كياخذ ديك السكه الصحيحه. يعني حسابيا فريق امجد هو الانتصارات فقط سوف تضمن له البقاء بالقسم الثاني للهواة، ولكن إذا رأينا الفرق الهوارية شباب هوارة فريق أمجد هوارة لكرة القدم النسوية، نلاحظ أن الفرق الثلاثة كلها تعاني من شبح الهبوط، لماذا بالضبط الفرق الهوارية؟ أنا بالنسبة لي يعني أهل الدار أدرى، أنا بالنسبة للإخوان ديال شباب هوارة كيبان حتى هما ناس اللي هما لا السيد الطريبي ولا السيد الدميري ولا الإخوان اللي معاه ولا الإطار الوطني السي حسن الكراكي، الناس اللي عندهم لاعبين في المستوى يمكن كيكون واحد مرحلة فراغ كيدوز معها فريق ومن بعد كيتعذب. الوقيته فاش كتمر من هذيك مرحلة الفراغ راه كيكون ساهل باش انه تريكيبيري لي بوان، ولكن مع دورة تتبقى الاخرى كيكون صعيب شوية. ولهذا بالنسبة كان على حسب الشوفة ديالي ملي كنشوف الاخوان شباب مستوى
خدامين هما ينطروا تيحاولوا حتى هما كل ما في جهدهم. كتعرف دابا اللاعب راه كيتطور بزاف خصوصا في البطوله القسم الثاني، راه كي هناك عقود، هناك شهريات، هناك منح اللي تتكون سميتو فعني بالنسبه لهم الناس راه داير اللي عليهم تيبقى اشنو هو بالنسبه للاعبين حتى هما يحاولوا يجتهدوا اكثر يكون عندهم ذاك لانه اش اللي صعيب ما تكونش ان سالاري وكدير كدير بحال راك قدام وكتقول راه انا مخلص. الفوتي جمهور اللي كيقلبوا على لي بوان وعلى لي بريم، يعني يكون عندك لعاب كيقول سالاري يقدر يجي وما يديرش لو روندمون في لو ماتش. هذا خاص اللاعبين يكونوا كي تنقولوا اللعابه ديالو الخبز ديال لي بوان وديال لي بريم. هذا يمكن تيكون هذاك لو جروب سودي كيقلبوا الناس على النتائج كيف النتائج غادي، لانه ما يمكنش المكتب مثلا مثلا هو الناس موجودين كل شيء، يعني المسؤوليه يتحملها اللاعب. فبالنسبه ملي كنقول ملي كنوفر لك انا كنت كجوار كل شيء سي تاتوا دو رياجير تبين اش ما عندك، انه في ملي تكون القتاليه الا ما جابش الله كده. ولكن الانسان يفو فير لو فور يفو دوبلي لي فور في هاد لي مومون كريتيك، خاص الانسان يضاعف المجهود ديالو لانه لي ريزولتا ساريف با دو فاسيل ممكن. ولي بوان فو بوفي با لي زافوار راك فاسيلمون، راه خاصك تقاتل عليهم. ملي كتدخل في الماتش راه كاين انت وكاين لادفيرسير، الوغ فو سادابتي مع لادفيرسير ونكون كوراجو ونقلب وما نقولش فو با ما فو با بي سيليبرا ونقول راه سالينا يبدا يقاتل حتى يسالي سميتو. وكل ماتش اللاعبين خاصهم يكونوا بواحد الروح قتاليه ولاعب رجولي، والانسان راه ملي تيكون يعني اكثر تركيز واكثر اصرار وتتكون ديك لا فولونتي لا بدا ما تكون النتيجه ان شاء الله.